بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. موضوع حلقة النهاردة موضوع مهم جدا وحيوي، هنتكلم عن أضرار الأسمدة الكيميائية وكيفية تجنب هذه الأضرار نوعا ما، وهل يوجد بديل للأسمدة الكيميائية. أولا لازم نعرف إيه هي أضرار الأسمدة الكيميائية. هذه الأسمدة على الرغم من إنها تقريبا جميعها بتيجي من مصدر طبيعي عبارة عن صخور مأخوذة من جبال في مناطق معينة ومطحونة ومستخلص منها العناصر الغذائية المعدنية الهامة للنبات، سواء فوسفات سواء بوتاسيوم سواء نيتروجين. النيتروجين شوية بيجي من مصدر تاني غير الصخور، لكن على الرغم من أنها مأخوذة من مصادر طبيعية إلا أن ليها أضرار. الأضرار دي بتكمن في احتواء طبقة القشرة الأرضية على نوع من العناصر اسمه العناصر الثقيلة، وبتكون موجودة في البودر المستخلص من الصخور المأخوذة من الجبال. إيه هي العناصر الثقيلة؟ هي عناصر زي الرصاص، زي الزئبق، بدون دخول في تفاصيل علمية زي ما احنا متعودين، لكن هي عناصر شبه عديمة الذوبان في الماء، وتظل داخل أنسجة النبات سواء الثمار سواء الأوراق، وبالتالي بتتنقل إلى داخل جسم الإنسان وبتظل موجودة داخل جسم الإنسان، داخل خلايا جسم الإنسان. وهذه العناصر زي ما قلنا شبه معدومة الذوبان، فأثرها بيبقى أثر تراكمي، يعني بيظهر بعد سنوات، وأضرارها كبيرة. يعني بعيد عنه وعن السامعين يا رب، يعني أقل أضرارها يعتبر الفشل الكلوي والعقم وصولا إلى السرطانات المختلفة، وكمان بتؤدي إلى ظهور أمراض جديدة ما كناش نسمع عنها قبل كده زي ما احنا شايفين حاصل خلال هذه الأيام. طيب انا ازاي اتفادى؟ وكمان في نقطة برضو تانية، انه السماد بعد ما بيتعمل بيتضاف اليه مادة اللي هي بتمنع تحجر البودر بتاع السماد جوه الكيس، اللي اسمها الانتي كيكينج ماتيريال، تمنع تحجر السماد جوه الكيس. المادة دي يعني الاصناف الرخيصة من الاسمدة او المعمولة تحت السلم زي ما احنا بنقول، بيستخدموا نوع معين من الطين الابيض لهذا الغرض، لمنع تحجر السماد الباودر. والطين ده بيحتوي على نسبة عالية من العناصر الثقيلة، لكن الاسمدة النظيفة المعمولة في مصانع محترمة وليها اسم محترم بيستخدموا مواد أنظف، نفس المواد المستخدمة مع الحليب الباودر أو مع حليب الأطفال المعلب لمنع تحجره، ودي بتكون أنظف بكتير ونسبة المواد الثقيلة فيها أقل. كده عرفنا إيه الضرر بتاع الأسمدة الكيميائية. طيب نيجي بقى ازاي نتفادى هذا الضرر.
أول نقطة نختار سماد من مصنع موثوق فيه، مصنع محترم وليه اسم وموثوق فيه. بلاش نختار الأسمدة الرخيصة مجرد لأنها رخيصة. احنا بنتكلم هنا على الزراعة المنزلية. لما أجي أختار سماد عشان أسمد نباتاتي اللي مزروعة في المنزل علشان أنا أستخدمها وأكلها، أستخدم سماد من مصدر موثوق فيه. بلاش أختار السماد بناء على السعر أنه يكون رخيص، لأنه زي ما المثل بيقول الغالي رخيص والغالي ثمنه فيه. دي أول نقطة. تاني نقطة أني أستخدم السماد بالمعدلات المناسبة. يعني في ناس بتنصح يقولك حط معلقة صغيرة على لتر المية مرة كل شهر، في ناس يقولك حط نص معلقة على لتر المية مرة كل أسبوعين. أنا شخصيا أفضل أني أحط ربع ملعقة صغيرة على لتر المية المستخدمة في الري أثناء التسميد، وأسمد بيها مرة كل أسبوع. يعني قليل دائم خير من كثير منتظم. وأمثلها بطريقة تانية، يعني أنا لو كلت أكلة دسمة وبكمية كبيرة هتعب، لكن لو قسمت الكمية دي على 3 مرات وخدتها على 3 وجبات مش هتعب. كذلك النبات نفس الوضع، لو ادينا له سماد بتركيز عالي هيتعب ونرفع نسبة الأملاح في التربة، وبالتالي النبات هيفقد العناصر الموجودة فيه بدل ما يمتص عناصر من التربة، زي ما قلنا في الفيديو الخاص بمبادئ التسميد، وأحط الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف. يبقى كده نختار سماد نوعية جيدة من مصدر موثوق، نحافظ على التركيزات المعتدلة في الإضافة، بلاش نحط تركيزات عالية علشان ما نضرش النبات وكمان نضر نفسنا. طيب دلوقتي أنا بشتري منتج من السوق أنا مش عارف هو اتسمد إيه، إزاي أتفادى الضرر؟ لأن معظم المنتجات الموجودة في السوق منتجة بطريقة تجارية وضرب تحت الحزام واستخدام أسمدة رخيصة واستخدام مبيدات رخيصة، والمبيدات كمان فيها مصيبة كبيرة. يعني ممكن بعد كده نخصص حلقة تانية عن المبيدات، لكن احنا في الحلقة دي بنتكلم عن الأسمدة. فأنا اشتريت خضار من السوق أو فاكهة من السوق مش عارف اتسمدت ازاي، وغالبا هتكون محتوية على العناصر الثقيلة ومستخدم فيها أنواع رخيصة من الأسمدة. أنا ممكن مش هقول أتفادى الضرر، لكن هقول أقلل من الضرر بإني لما أشتري الخضار أو الفاكهة ما أكلهاش على طول، أخليها 3 4 أيام 5 أيام 6 أيام على قد ما تستحمل حسب نوع الخضار أو نوع الفاكهة، وبعدين أبتدي أكلها. وقبل ما أكلها أنقعها في مية وخل لمدة 2 ساعة على الأقل. الطريقة دي هتقلل بشكل كبير ضرر العناصر التقيلة، مش هنتفادى الضرر لكن هنقلل منه. طيب هل في بديل للأسمدة الكيميائية؟ أيوة في بديل، وهو سماد شاي الكمبوست المحضر بطريقة معينة، وسبق وعملنا حلقة عن طريقة تحضير شاي الكمبوست وطريقة استخدامه، وهحط الرابط بتاع الحلقة برضو في صندوق الوصف إن شاء الله. في الحلقة دي كنا بنقول هنحط ملعقتين كبار من السماد العضوي على لتر مية ونسيبه يتخمر لمدة 3 أيام في الصيف أو 5 أيام في
الشتاء، وبعد كده ناخد منه فنجان صغير على كل لتر مية مستخدم في الري أو في التسميد. لو حابب تستغنى عن الأسمدة الكيميائية، هنحضر السماد العضوي ده بطريقة مخصوصة، إن أنا هعمل خلطة من أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية، يعني إذا أمكن الحصول عليها بأي طريقة كانت. هجيب سماد طيور مع سماد أغنام مع سماد أبقار مع سماد خيول مع سماد جمال، أو أيا كان نوع السماد، أي نوع ممكن الحصول عليه هنجيبه، وهنخلطه مع بعض بنسب متساوية فيما عدا سماد الطيور اللي هو الدواجن أو الحمام. هنحط نصف المقدار، يعني لو أحط كوباية من كل نوع، احنا بنتكلم على كميات صغيرة للاستخدام المنزلي، لو أحط كوباية من كل نوع هحط نصف كوباية من سماد الطيور اللي هو الدواجن أو الحمام، واخلطهم مع بعض خلط كويس، واخليهم يتحللوا لمدة لا تقل عن 3 شهور في الصيف و5 شهور لو الجو عندي برد. بعد ما بيتحللوا باخد منهم بدل ملعقتين كبار باخد 3، 3 ملاعق كبيرة من الخلطة من أنواع الأسمدة العضوية المختلفة بعد تحللها، 3 ملاعق بضيفها على لتر الماء وأخليها تتخمر 3 أيام في الصيف أو 5 أيام في الشتاء، طبعا مع التقليب باستمرار. يعني لو قدرت إن أنا أقلبها 4 مرات 5 مرات في اليوم يكون ممتاز، يعني كل وأنا رايح وأنا جاي وأنا معدي عليها أقلبها، وهستخدمها بنفس المقدار فنجان قهوة صغير على لتر الماء وهروي بيه نباتاتي. في الحالة دي أنا مش محتاج أي أسمدة كيميائية، وهتكون النتيجة أفضل من استخدام الأسمدة الكيميائية، ودي عن تجربة. ممكن لتحسين شاي الكومبوست إن أنا لما بعد ما أخلط الأسمدة وأحللها وأجي أحطها في المية علشان تتخمر، أضيف معاها 10 حبات يوريا في اللتر المية اللي أنا بخمرها فيه. طبعا لو هخمر لترين أحط 2 فنجان و20 حبة يوريا، لو هخمر 3 لتر مية على حسب كمية النباتات اللي عندي، لكن اللتر هيعمل لي كمية كبيرة لأني باخد منه فنجان قهوة صغير على كل لتر مية مستخدم في الري أو في التسميد. لو عملنا الخلطة دي احنا نستغنى تماما عن الأسمدة الكيميائية، وهنحصل على الأقل نفس النتيجة أو أحسن، ودي فعلا عن تجربة. أنا عملت تجربة على الزراعة العضوية بالخلطة اللي أنا بقول عليها دي، وكانت النتائج بسم الله ما شاء الله أحسن من الزراعة الكيميائية. يا ريت نحاول إن احنا نحصل على خلطة الأسمدة العضوية دي بأي طريقة كانت، إذا كنا نعرف حد من الأرياف يجيبها لنا، أو إذا قدرنا إن نوصي عليها أي متعهد سماد عضوي هيقدر يوفرها، ونعمل الخلطة بالطريقة دي ونستخدمها في تسميد نباتاتنا المنزلية. ونفس الطريقة دي ممكن تتعمل برضو لتسميد المزارع الكبيرة أو الحدائق المنزلية، بس بنعملها بكميات أكبر لكن بنفس النسب نفس المعيار بس بكميات أكبر. نتمنى إن احنا نتبع الطريقة دي، وربنا يحفظنا ويحفظكم من الأمراض ومن أضرار الأسمدة الكيميائية، ونتمنى
أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة اليوم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر أعجبني لدعمنا على الاستمرار والعطاء. ولأي استفسار اكتبوه في خانة التعليقات وسيتم الرد عليه في أقرب فرصة إن شاء الله. مع تمنياتنا بالتوفيق، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.